السلام عليكم يا شباب، كل سنة وانتم طيبين. احنا هنشرح يعني في عجالة كده الدرس بتاع الانوريكتال مال فورميشن في البيدياتيك سيرجري. الدرس دوت من الدروس السهلة، يمكن يكون اسهل درس موجود في منهج البيدياتيك سيرجري الصراحة. وفي الفاينلز كده دوت المفروض ما ياخدش اكتر من ربع ساعة يعني بكتير خالص كمراجعة، لان هو من الدروس اللي يعني يعتبر بيور فهم، يعني ما الحفظ فيها قليل جدا جدا جدا. هي عبارة عن ان تفهم الرسمتين اللي موجودين دول بس وخلاص، يعني لو عرفت تفتكرهم في الامتحان ممكن تجاوب اي سؤال ممكن يجي. بالنسبة بقى للموضوع دوت، فالانوريكتال مال فورميشن دوت يعتبر تكملة لدرس الانتستاينر اوبستراكشن. درس الانتستاينر اوبستراكشن موجود كدرس، وفي بعديه الهيرشيز برونج ديزيز، وبعديه الانوريكتال مال فورميشن. دوت كل دوت يعتبر من دروس الانتستاينر اوبستراكشن. طبعا امتى الانوريكتال مال فورميشن تبقى انتستاينر اوبستراكشن؟ لو ما هيش فيستولا، وديت هنستفيد فيها في الشرح بقى في الايه، في الانواع والتايبس بتاعتها وكده. ما دام ما فيش فيستولا يبقى في نوع من انواع الانتستاينر اوبستراكشن. اول جزء موجود في الكتاب بيتكلم على الامبريولوجي. الامبريولوجي دوت مش مهم فيه غير 3 كلمات بالظبط، ان في حاجه اسمها كلوكا. كلوكا دوت ده يعني برايم اورجن كده، بيبقى موجود بعد كده بيختفي، بيتكون في الاسبوع الثالث. هو الامبريولوجيكال اورجن بتاع اليوروجينيتال سيستم وال انوريكتال سيستم. هو نفس الاورجن بتاعهم اللي هو الكلوكا، بيتكون في الاسبوع الثالث. بعد كده بتيجي سبتم. السبتم ديت بتتكون في الاسبوع السابع. السبتم ديت بتبدا تفصل الكلوكه ديت من بالنص كده، من فوق لتحت، يعني من كرينيا لكودل. تفصلها ل 2 بورشنز، انتيريور وبوستيريور. الجزء الانتيريور دوت بيبقى هو اليوروجينيتال ساينس اللي هيبدا يكون اليوروجيكال سيستم والجينيتال سيستم. الجزء البوستيريور اللي هو الانوريكتال كانال اللي هو هيبدا يكون الريكتم اللي هو اخر جزء من الريكتم والانال كانال كلها بيتكون. السبتم اللي بتفصل ما بينهم ديت هيبقى اسمها ايه؟ يورو ريكتال سبتم. يبقى يورو ريكتال سبتم هي السبتم اللي بتبدأ تفصل الكلوكة ديت في الأسبوع السابع. طيب دوت أول شق موجود في الأول، جزء موجود في الإمبريولوجي مهم، الكلوكة والسبتم ديت. ولما السبتم ديت من فوق لتحت لو حصل فيها أي أريست ما كملتش إن هي تبدأ تقفل الكلوكة وتقسمها كلها بالظبط، هيبدأ يتكون فيستولا ما بين اليوروجينيتال ساينس والانوريكتال كانال. دي اول جزء. تاني جزء ان في سواء الريكتم او الانس او اي تيوبال اورجان موجود في جسم الانسان دوت، في الاول كان بيبقى سوليد اورجان، وبعدين بيحصل حاجه اسمها ريكانالايزيشن عشان يبدا يتكون ويبقى تيوبال اورجان. ده نفس الكلام بيبدا يحصل في الريكتم والانال كانال، ان هو برضو بيبدا يحصل ريكانالايزيشن من كرينيا لكودل، يعني من فوق لتحت برضو يبدا يحصل ريكانالايزيشن خالص لحد ما يفتح الانال كانال بتحت بالانال اورفيس اللي هي ده نورمال فيسيولوجي. ده بيحصل امتى؟ في الاسبوع التاسع. فكل اللي مهم في القصه ديت، اول صفحه بتاعه الامبريولوجي، كلوكا بتتكون في الاسبوع الثالث. في الاسبوع السابع الكلوكا دي بتبدا تتقسم من كرينيا لكودل، وفي الاسبوع التاسع الريكانالايزيشن اللي بيحصل في الانوريكتال كانال. ديت ممكن تيجي ايه؟ ممكن بس تيجي ام سي كيو، ايه اللي بيحصل يعني كل واحده بتحصل في انهي اسبوع. طيب يبقى احنا دلوقتي كده الدرس عندنا بيتقسم لحاجتين. اول ديفكت عندنا ممكن يحصل فيه السبتم، يعني السبتم ديت اللي ماشيه من كرينيا لكودل ديت ما تكملش لحد تحت خالص، فما تقسمش الكلوكه نصين، فيبدا يبقى عندنا فيستولا. يبقى سواء في فيستولا او ما فيش فيستولا دوت بيعتمد على ايه؟ على السبتم اللي بتفصل الكلوكه ديت. وحاجه تانية اللي هي الامبيرفوريت انس او الريكتال اتريزيا، او ان عندنا ديفكت موجود في الايه، الريكانالايزيشن اللي بيحصل في الاسبوع التاسع. ده لو حصل فيه اي ديفكت هيبقى عندنا امبيرفوريت انس او عندنا ريكتال اتريزيا. فعندنا حاجه تؤدي الى ان يبقى فيه فيستولا او لا، وعندنا حاجه تانية تبدا تؤدي الى الاتريزيا اللي هتحصل في الانوريكتال كانال. طيب عندنا 2 كلاسيفيكيشنز. اول كلاسيفيكيشن دوت عامله واحد اسمه وينج سبريد، ودوت ما شغلش نفسه بالقصة بتاعت الفيستولا خالص، هو اعتمد على الجزء بتاع الريكانالايزيشن. قال ان الريكانالايزيشن دوت اللي هو المفروض بيبدأ من كرينيا لكودل، لو وقف فوق الليفل اوف الليفيتور ايناي
فهيبقى عندنا كده الانوريكتال مال فورميشن دوت هيبقى هاي. طب لو على الليفل اوف الليفيتور اناي كده انترميديت، طب تحت الليفل اوف الليفيتور اناي يعني خلاص قريب جدا من السكين كده بقى لو. فالوينج سبريد برضو ان كيس ما جت ام سي كيو او حد سأل فيها، يعني وينج سبريد ملوش علاقه بالفيستولا، هو ليه علاقه بالليفل بتاع الاتريزيا، هاي ولا انترميديت ولا لو. بعدين جه بينا كلاسيفيكيشن، وهو دوت يعني اللي بيتم الاعتماد عليه اكتر مش الوينج سبريد. بينا كلاسيفيكيشن دوت هو اللي بقى قسم الديزيز ده كله من حيث حاجتين، الليفل بتاع الاتريزيا والترانسفير بتاع السبتم ديت، من حيث ان في فيستولا ولا لا. فهي موجوده كده بالترتيب، هي اللي موجوده في الصوره اللي قدامكم ديت. الميل اول صورتين موجودين فوق ديت، ده لو مفيش يعني مفيش اي مشكله في السبتم ومفيش اي فيستولا موجوده بين الانوريكتال كانال واليوروجينيتال سيستم. بس المشكله كلها عندنا في الريكانالايزيشن. لو كان الريكانالايزيشن دوت تحت يعني تحت الليفل اوف الليفيتور اناي بيبقى هتبقى لو، يبقى لو انوريكتال مالفورميشن وذاوت فيستولا، ودي بيبقى اسمها امبيرفوريت انس، يبقى ده ديزيز كده اسمه امبيرفوريت انس بس. طيب ولنفرض ان الانا الكنال كلها اتريتك وجزء كمان من الريكتم اتريتك، يبقى دوت هي اسمها ريكتال اتريزيا، ديت ممكن تبقى هاي او انترميديت، يعني سواء دي بقى تتعرف بالانفيرتوجرام عشان تعرف الليفل اوف الليفيتور اناي ولا اعلى من الليفيتور اناي. بس القصه كلها ان الانا الكنال كلها وجزء من الريكتم بقى اتريتك، وزي ما متوضحه كده في الصوره كل دوت يبقى هاي او انترميديت وذاوت فيستلا. طيب لو احنا عندنا بقى المشكله في الحاجتين مع بعض، يعني ايه؟ يعني عندنا مشكله في الريكانالايزيشن، فبقى عندنا امبيرفوريت انس لو يعني لو، بس كمان في مشكله في السبتم اللي بتفصل ما بينهم جت في الاخر خالص كده، ويعني السبتم ديت ما كملتش لحد السكن، فبدا الريكتم مقفول خالص بس في فيستلا طالعه من الريكتم او من الانال كانال وطالعه على السكن، فدي بيبقى اسمها برينيال فيستولا او كيتينيوس فيستولا او انتيرير اكتوبيك انس، يعني بيبقى الانال اورفيس النورمال ده بيبقى مقفول بيبقى امبيرفوريت وقدامه اورفيس تاني او فيستولا تانية بينزل منها الستول، يبقى ديت لو انوريكتال مالفورميشن وذ فيستولا. طيب لو كانت القصه اعلى شويه، يعني السبتم وقفت دي حصل لها اريست اعلى شويه وريكانالايزيشن حصل له اريست اعلى شويه، فهيبقى ايه؟ هيبقى عندنا الفيستولا بين الريكتم وبين اليوريثرا، فهيبقى اسمها ريكتو يوريثرا الفيستولا، وفي الحاله ديت برضو دي تبقى هاي او انترميديت، يعني برضو نقدر نشوف الاتريزيا دي حصلت ات ليفل اوف الليفيتور اناي ولا تحت ولا فوق الليفل اوف الليفيتور اناي. طب لو الموضوع اعلى شويه، لا هيبقى عندنا الفيستولا بين الريكتم وبين اليورينري بلادر، في الحاله ديت اكيد هتبقى هاي، يعني ما دام عندنا الفيستولا بين الريكتم واليورينري بلادر يبقى اكيد فوق الليفل اوف ليفيتور اناي. و طيب الريكتو يوريثرال فيستولا والريكتو فازايكل فيستولا كلينيكالي هي حاجه واحده، هو ستول وبينزل من يوريثرا مش هتتعرف غير بالانفستيجيشنز، لكن كلينيكالي هي هي. طيب في حاله الفيميل نفس الكلام بالظبط، اول صورتين لو مفيش فيستولا هيبقى في امبيرفوريت انس، والصوره الثانيه هيبقى عندنا ريكتال اتريزيا هي هياها. الصوره الثالثه نفس القصه برضو، لو عندنا مشكله في السبتم ومشكله في الريكانالايزيشن هيبدا يبقى عندنا كوتينيوس فيستولا او برينيال فيستولا او عندنا انتيرير اكتوبيك انس، والفيستولا ديت هتبقى غالبا جوه الفيستيبيول، يعني لما تيجي تفتح الفيستيبيول المفروض نورمالي بيبقى عندنا انتيرير كده بيبقى فيه اليوريثرا، وبعدين عندنا الفاجينال اورفيس، ممكن نلاقي كمان اورفيس ثالث موجود ويبقى هو دوت الكوتينيوس فيستولا اللي هيبقى نازل منها الستول. وهنيجي عند الانال اورفيس النورمالي هتبقى امبيرفوريت هتبقى مقفوله، دي هتبقى لو وذ فيستولا. طيب عندنا الارس دوت كان بقى اعلى شويه، لا هيبقى عندنا ريكتو فيستيبولار فيستولا، يعني بيكون الريكتم فاتح على اليوترس او الفاجينال كانال، ففي الحاله ديت هيبقى عندنا امبيرفوريت انس، وهنيجي نفتح الفيستيبول هنلاقي اتنين اورفيسز العاديين، واحد اليوريثرا بينزل يورين والتاني الفاجينا بينزل ستول، ففي الحاله ديت هتبقى برضو هاي او انترميديت ويز فيستولا. طيب دلوقتي ممكن بقى يحصل حاجه تانية، ان اساسا السبتم دي ما تتكونش خالص، فيبقى عندنا حاجه اسمها بيرسيستنت كلوكا، يعني البيرسيستنت كلوكا ديت هي عباره عن الكوره عباره عن الريكتم والانال كانال واليوترس
والفاجينا واليورين بلادر واليوريثرا كلهم عبارة عن كرة واحدة طالع منهم كنال واحدة بتفتح. في الحالة دي بتفتح اليوريثرا، بتفتح الفيستيبيول. أول ما تفتح الفيستيبيول بتلاقي عندك أوبننج واحدة بينزل منها اليورين وبينزل منها الدستول، وهي كمان اللي فيها الفاجينا. ديت اسمها بيرسيستنت كلوكا، وديت اكيد هاي وذ فيستلا. هي ما تعتبرش فيستلا لان هي بيرسيستنت كلوكا وما تكونش سيبتوم اصلا عشان تكون فيستلا، هي كله مفتوح على بعضه. ده بالنسبه للكلاسيفيكيشن، دي اهم نقطه موجوده في الدرس. ولو خلاص انت لو فهمت وجمعت الفكره ديت في دماغك، هتقدر انت بقى تتكلم في الكلينيكال بيكتشر بكل بساطه. طيب الدروس بتاعت البيدياتريك سيرجري مش من الدروس اللي بتيجي في الكلينيكال خالص، هي اقصى حاجه ممكن تيجي في الام سي كيو او في الاسي، او ممكن تيجي صور اوسكي في الامتحان بتاع الاورال اللي هو اخر امتحان خالص اللي بيبقى على الكمبيوتر دوت، ممكن يجي فيه صوره يعني صورتين ثلاثه من البيدياتريك سيرجري كله. فاحنا هنعتمد ان الدرس مينلي هو عباره عن ام سي كيو، ممكن يجي ام سي كيو وممكن يجي اسي. طب لو جه اسي هيجي ازاي؟ هيجي مانجمنت. في المانجمنت طبيعي بنكتب كلينيكال بيكتشر والانفستيجيشن والتريتمنت. طيب الكلينيكال بيكتشر بنقول فيها ايه؟ زي يعني هو رول ثابت موجود في البيدياتريك سيرجري، ما دام احنا بنتكلم على الكلينيكال بيكتشر يبقى لازم نتكلم عن اربع حاجات في المنهج كله. نتكلم على البري نيتال كلينيكال بيكتشر، البوست نيتال كلينيكال بيكتشر، الاسوسيشنز والكومبليكيشنز. حتى ولو ما فيش اسوسيشنز تكتبها كده في الورقه بتاعت الاي سي الاسوسيشنز، وتكتب ان ما فيش اسوسيشنز موجود مع الديزيز. ولو في كومبليكيشنز هتكتبها، ما فيش كومبليكيشنز برضو هتكتب الكومبليكيشنز وتكتبها فاضيه، بس تعرف اللي بيصحح ان انت عارف ان اي ديزيز لازم نتكلم على البري نيتال البوست نيتال الاسوسيشنز الكومبليكيشنز. طيب في الكلينيكال بيكتشر احنا هنقسم الدرس كله لحاجتين، هل في فيستولا ولا ما فيش فيستولا، يعني هل المشكله عندنا كلها في الريكانالايزيشن بس ولا مشكله في الريكانالايزيشن ومعانا كمان مشكله في السبتم. هتفرق في الكلينيكال بيكتشر تماما. ازاي بقى؟ هنتكلم اول حاجه في الكلينيكال بيكتشر على البري نيدل. والله لو كان في فيستولا فالستول هينزل، سواء هينزل في الفاجينا في اليوريثرا في البلادر واتيفر، بس هو الستول هينزل، فما عندناش اي حاجه ليها علاقه بالانتستينال اوبستراكشن، يبقى مش هنبقى عندنا بولي هيدرمينس. على العكس ان لو عندنا مفيش فيستولا فكده الستول ده اتزنق، فهيبقى عندنا نوع من انواع الانتستينال اوبستراكشن، فالطفل هيدخل في بولي هيدرمينس. ليه بقى الانتستينال اوبستراكشن بيعمل بولي هيدرمينس؟ هي ديت كنت شرحتها في الفيديو بتاع الابدومينال وول ديفكتس بالظبط. يعني هي فكره كلها ان الفلويد اللي هو بيبلعه دوت مش بيعدي، فبيبدا يرجعه تاني من بقه، فبيبدا يتراكم في الامنيوتك ساك ويبدا يتكون الفلويد، فتلاقي الام عندها بولي هيدرمينس. ده كلينيكالي. طيب بوست نيتال نفس القصه، هل في فيستولا ولا مفيش فيستولا؟ طب لو مفيش فيستولا، طفل اتولد من غير فيستولا، يبقى كلينيكال هنعمل ايه؟ هنبص اول حاجه هنلاقي امبيرفورت انس، يعني هنروح عند الانال اورفيس هنلاقيها مقفوله. ده رقم واحد. رقم اتنين، هنعدي ايدينا كده او ناخد اي قماشه او اي حاجه نحطها في البرينيوم كله، مش هنلاقي سويلنج، يعني مش هنلاقي اي ستول ولا اي ميكونيوم نازل، يبقى احنا كده عرفنا ان مفيش فيستولا. رقم 3، ما دام في انتستينال اوبستراكشن يبقى عندنا الاربعه فايتال ساينز بتاعت الانتستينال اوبستراكشن اللي هي ابسولوت كونستيبيشن، ابدومينال ديستنشن، ابدومينال بين اند تندرنس، وبيليز فوميتنج. خلاص يبقى دي كده الكلينيكال بيكتشر لو مفيش فيست. طب لو في فيستولا، بكل بساطه لازم نكتب برضه ان في امبيرفوريت انس، يعني هنروح عند الانال اورفيس، النورمال انال اورفيس هتبقى مقفوله، لازم تتكتب النقطه دي. رقم 2، نبدا نقول والله لو كان ميل هنلاقي الستول نازل من اليوريثرا، بس مش مهم بقى الليفل بتاع ايه، ده كلينيكالي انت هتشوف ايه بعينيك، هتشوف ستول او الميكونيا ده نازل من البينس، او هتلاقيه نازل من لو كان انتيريور اكتوبك، يعني هلاقي الامبيرفوريت انس وقدام النورمال انال اورفيس هتلاقي اوبننج تانيه غالبا هتبقى موجوده في السكروتم، هيبقى نازل منها الستول دوت، فنعرف ان ديت كده عندنا كوتينيس فيستول. ده كده كلينيكالي. طب في الفيميل، في الفيميل هنلاقي نفس القصة، لو كان في فيستول هنبص على الفيستيبيول، احنا كده كده هنبص على الاورفيس النورمال هنلاقيه مقفول، وكده كده عندنا في سويلنج، يعني في لما نيجي نحط ايديك او اي قماشه او اي هنلاقي ميكونيا، فنعرف ان كده كده في فيستولا، يعني الستول دوت بيباس. هنفتح الايه الفيستيبيول، لو لقينا ثلاثة اوبننجز
يبقى خلاص عرفنا ان ديت لو ويز فيستولا، يعني ديت اللي هي الانتيرير اكتوبيك او البرينيل او الكوتينيوس فيستولا. طب لقينا فتحتين، يبقى ديت اللي هي الريكتو فيستيبولر، يعني هنعرف نلاقي الستول نازل من الفاجينا واليوريثرا زي ما هي. طب لقينا اوبننج واحده، يبقى خلاص هي ديت بيرسيستنت كل واقع، هنلاقي الستول واليورين نازلين من اوبننج واحده، ده كده كلينيكلي. هنخلص البوست نيتال، ندخل بعديها على الاسوسيشنز. ايه الاسوسيشنز؟ حاجه اسمها الفاكتورال. الفاكتورال ديت اللي هي موجوده في اول درس خالص اللي هو تراكيه اوسوفيشال فيستلا، بيبقى معاه فيرتبرال، بيبقى معاه حاجه زي هيمي كولون، مع الانوريكتال مال فورميشن اللي احنا بنتكلم عنها، مع كاردياك مع اي اس دي او بي اس دي، بيبقى معاه رينال، ممكن يبقى معاه رينال ايجينيسيس، بيبقى معاه ليمب، ممكن يبقى معاه بوليداكتلي، ممكن يكون معاه سندكتلي او وات ايفر يعني، وبيبقى معاه تراكيه اوسوفيشال فيستلا. لازم نكتبهم الفاكتورال ديت، لازم نكتبها في الاسم. طب الكومبليكيشنز، والله الكومبليكيشنز الاساسيه اللي هتحصل في حاله ان احنا ما كانش فيه فيستولا، هيبقى عندنا انتستينال اوبستراكشن، هتتكلم على الكومبليكيشنز بتاعه الانتستينال اوبستراكشن. ممكن يحصل جنجرين، ممكن يحصل نوع من انواع البرفوريشن، ممكن يحصل بقى بيريتونايتس، ممكن يحصل سبتسيميا، كل الكومبليكيشنز بتاعه الانتستينال اوبستراكشن اللي انتوا تعرفوها من المنهج هتكتبوها. وبرضو ممكن تقول لو في فيستولا وبقى نازل الستول دوت نازل من اليوريثرا، الحاجات ديت ممكن تبدا تزود الريسك اوف ايه، يو تي اي. طيب تاني حاجه هندخل عليها الانفستيجيشنز. طيب الانفستيجيشنز برضو قاعده عامه ثابته، لازم في الانفستيجيشنز في البيدياتريك سيرجري كله نتكلم على بري نيتال، البوست نيتال، والاسوسيشنز. طيب بري نيتال ايه اللي هيحصل؟ والله انا البري نيتال كانفستيجيشنز في حاله ان مفيش فيستولا، يعني عندنا انتستان اوبستراكشن، عندنا بولي هيدرامينس هنشوفه بالالترا ساوند. طيب مفيش دلوقتي ده في حاله ان مفيش فيستولا. طب ان كيس ان في فيستولا، لا خلاص برينيتال مش هنقدر نشوف اي حاجه بالالترا ساوند، بس ممكن نشوف ايه، ممكن نشوف الاسوسيشنز، ممكن نشوف الكاردياك ديفكت، ممكن نشوف الرينال ايجينيسيس، ممكن نشوف الليمب. المشاكل الاسوسيشنز ممكن الاقيها برينيتال. يبقى احنا برينيتال لو في فيستولا هنشوف الاسوسيشنز، بس لو مفيش فيستولا هنشوف البوليهيدرمينس زائد الاسوسيشنز. طيب بوست نيتال، بوست نيتال هي دي النقطه المهمه، وديت الحاجه اللي لو الامتحان جه في الامتحان الاوسكي صوره من الدرس ده كله غالبا هتبقى صوره بتاعه الانفيرتوجرام. احنا البوست نيتال هما حاجتين مهمين جدا، هو الكتاب بيتكلم عن انفستيجيشنز كتير، احنا هنتكلم على ثلاث حاجات. اول حاجه حاجه اسمها انفيرتوجرام، تاني حاجه اللي هي برينيال الترا ساوند او ام ار اي، رقم ثلاثة هنتكلم على ايه، انفستيجيشنز اوف اسوسيشنز. يبقى الاسوسيشنز دي هنشوفها بري نيتال وبوست نيتال. بوست نيتال اول حاجه الانفيرتوجرام بيتعمل بعد اول 18 ساعه، ومكتوب في الكتاب 12 ل 24 ساعه، اكشولي هي بتتعمل بالظبط بعد 18 ساعه من الولاده بنعمل انفيرتوجرام. الكونسبت بتاع الانفيرتوجرام بكل بساطه ان الجاز لو في اي حاجه فيها فلويد وجاز، الجاز هو اللي بيبقى موجود فوق. طيب الكولون بتاعنا او الجي اي بتاعنا كله بيبقى فيه فلويد وبيبقى فيه جاز، الجاز دايما هو اللي بيبقى موجود فوق، فلو الطفل دوت واقف الجاز هيبقى موجود فوق، مش هيساعدني ان انا اعرف الليفل بتاع الاتريزيا دوت. فاحنا بنقلب الطفل بحيث ان الجاز ده يطلع فوق وابدا اشوف الجاز، طبعا بيبقى لونه ايه، بيبقى لونه اسود في الاكس راي، فانا ابدا اشوف ال في كام سنتي موجود بين الجاز اللي موجود دوت اخر حاجه موجود في الريكتم خالص وبين السكن. طب انا مش هعرف اللي هو البرينيم، طب انا مش هعرف البرينيم دوت، مش هعرف اشوفه بالاكس راي. خلاص هنجيب كوين، الكوين دوت راديو اوبيك، هنحطه على الانر اورفيس الطبيعيه خالص، ونبدا اشوف بقى المسافه اللي موجود بين الجاز كولوم دوت وبين الكوين اللي انا حاطه، وابدا اشوف المسافه دي. لو اصغر من 2 سنتي يبقى لو، لو 2 سنتي يبقى انترفينيت، لو اكتر من 2 سنتي يبقى هاي دوت. لو عايز تحسبها بالسنتي، طب انا مش عايز احسبها بالسنتي، انا هعمل حاجه اسمها بي سي لاين. البي سي لاين دوت اللي هو الليفل اوف الليفيتور اناي، اللي هو البيوبو كوكسجي لاين. هاخد لاين بين السيمفيسيس بيوبس والكوكس واعمل لاين كده واشوف الجاز دوت اوطى منه ولا اعلى منه ولا ات الليفل بتاعه، عشان ابدا اعرف هاي ولا انترميديت ولا لو. فممكن احسبها بالبي سي لاين ودي مور اكيوريت، او ممكن اعملها بالرول اوف 2 اللي هو 2 سنتيمترز دوت، اعلى اكتر ولا اقل ولا قد 2 سنتيمترز بالظبط. ده الانفيرتوجرام. الانفيرتوجرام مش هيورينا اذا كان في فيستولا ولا لا، احنا بنشوف الليفل اوف الاتريزيا بس.
طيب عايز اعرف بقى الفيستلا بالظبط مثلا ايه، يعني لقينا مثلا في الميل عايز اعرف هي هاي ولا انترميديت، عايز اعرف الفيستلا بتاعتي ديت بين الريكتم واليوريثرا ولا بين اليورينري بلادر. هو الليفل هو الليفل لو هي هاي اكيد هتبقى بينها وبين البلادر، بس هو الانفرتوجرام مش هيوضح لنا دوت، اللي هيوضح لنا دوت البرينير الترا ساوند او ام ار اي، بالذات الام ار اي هو اللي بيبين الفيستلا. اي فيستلا موجوده في الجي اي سيستم بنعملها غالبا بالام ار اي، حتى في الالسيتيف كولايتس والكرونز وكده دايما ما دام في فيستلا يبقى لازم نكتب في الانفستيجيشنز ام ار اي، هي اللي بتورينا الفيستلا كويس. يبقى الام ار اي بس عشان نعرف نوع الفيستلا، عشان لما نيجي نعمل ريبير نبقى عارفين احنا هنريبير بين الريكتام واليوريثرا ولا اليورين بلادر. لو في الفيميل عايزين نعرف برضو لو هي نازله من الفاجينال اورفيس عايزين نعرف وهي الفيستلا ديت بين الريكتام والفاجينا ولا بينها وبين اليوترس، دوت اللي هيبقى هنا الام ار اي. بس تالت حاجه في الانفستيجيشنز اللي هي بوست ريتال الاسوسيشنز، نعمل بقى يعني نعمل شيست اكس راي عشان طبعا نشوف التركيب الاسوفيشال الفيستلا، هنعمل كاردياك ايكو، هنبدا نعمل ابدومينال الترا ساوند عشان نشوف الكيدني، هبدا اعمل ليمب اكس راي برضو الاكس راي على السباين whatever، يعني كل اسوسيشن نبدأ نتكلم عن الانفستيجيشن بتاعه ودوت موجود في كل الدروس. كده خلصنا الانفستيجيشن، فاضل الجزء بتاع التريتمنت وده يعتبر اسهل جزء يعني، وهو ما مش محتاجين مش محدش مطالب باي تفاصيل فيه خالص. حتى لو ام سي كيو صعب قوي ان هو يجي في الجزء بتاع التريتمنت، في الاسي مش محتاج خالص غير ان انت تعمل الجدول يعني زي ما انا هشرحها كده تكتبها في الاسي، لان انت كده كده السؤال هيبقى عليه صفحة أو صفحتين بكتير هتتكلم فيه على كل كلينيكال بيشر انفستيجيشنز، ده الجزء الأهم. وجزء المانجمنت أو التريتمنت هتتكلم عليه عنه كلمتين. أي تريتمنت موجود في البيدياتريك سيرجي لازم نتكلم عن حاجتين، بري أوبراتيف وأوبراتيف. البوست أوبراتيف مش مهم خالص تتكلم عنه في الامتحان، ما تكتبش عنه حاجة خالص، عايز تذاكرها أو تقراها عشان الإم سي كيو ممكن، لكن أنت اللي مطالب وهتتحاسب عليه البري أوبراتيف والأوبراتيف. بري اوبراتيف هي اسطمبه ثابته موجوده في النيونيتس، اي نيونيتال ديزيز او اي سم سورت اوف انترنال اوبستراكشن موجود في الطفل لازم نحطه في الان اي سي يو، هنحطه في النيونيتال اي سي يو. مثلا جبر اس هركب له نيزو جاستريك، هعلق له فلويدز، هعلق له الكترولايتس، هدي له انتي بايوتكس كبروفلاكتيك، هاخد منه اتنين سامبلز، واحدة ارتيريال اي بي جي عشان اشوف البي اتش اشوف عنده اسيدوز ولا الكالوزس ولا ايه، واحد منه فينس سامبل، فينس سامبل ديت اطلع منها سي بي سي واطلع منها بلاد جروبنج عشان لو احتجت للطفل دوت بلاد ابقى عارف البلاد جروب بتاعه. يبقى ده بري اوبريتيف مانجمنت. طيب ايه بقى الاوبريتيف مانجمنت بتاعنا؟ والله الاوبريتيف مانجمنت بتاعنا هنقسمه سواء ميل او فيميل، سواء في فيستولا او مفيش فيستولا، القصة كلها أهم حاجة فيها هي الليفل، هي لو ولا انترميديت ولا هاي. فيعني لو جت وانت عايز تكتبها في الاسي بكل بساطة هتكتب لو انترميديت هاي وتفر هي ميل او فيميل، وتفر في فيستولا ولا لا، لان فيستولا بكل بساطة بيحصل لها حاجة اسمها فيستولا ريبير، ناخد باتش ممكن ناخدها من الليبيا، ممكن ناخدها من السكروتم، ممكن ناخد اي باتش هنقفل بيها الفيستولا، وديت مش قصة خالص. هي القصة كلها امتى بقى هنعمل العملية واحنا عاملها بأني طريقة بالنسبة للأتريزيا. لو كانت لو هتيجي رايح بكل بساطة كده عامل سهم وكاتب primary neonatal perineal enoplasty plus dilatation، يعني احنا هندخل من الانس واخد عند الانر اورفيس بتاعتنا اللي احنا كنا مفروض نفتحها ديت، هنيجي رايحين فاتحينها ترانس انال يعني من تحت من الانال كنال كده، نبدأ نفتحها برايمري. يعني ايه برايمري؟ يعني اول ما الطفل يتولد، يعني اول ما الطفل يتولد وشفنا لقينا الـ القصه بتاعته لو، عملنا له انفيرتوجرام ولقيناها لو، خلاص يبقى انا هدخله عمليه في ساعتها برايمري نيونيتال برينيال انوبلاستي، وبعد العمليه هبدا اعمل له دايليتيشن عشان ما ترجعش تقفل تاني. بس طيب دلوقتي لو كانت انترميديت، والله لو كانت انترميديت عندنا حل من الاثنين، عندنا اوبشن من الاثنين، يا اما نعمل حاجه اسمها بي سارب اللي هو بوستيريور ساجيتال انو ريكتوبلاستي، ودي هعملها بعد 6 شهور. يعني هسيب الطفل كده اول ما يتولد هسيبه 6 شهور، هسيبه 6 شهور في حاله من الاثنين، لو هو عنده فيستولا ولا ما عندوش فيستولا.
لو هو عنده فيستولا مش مشكله، خلاص انا الاستول اللي عندي بينزل، وتفر هو بينزل منين، من اليوريثرا من الفاجينا مش مهم، المهم ان الاستول بينزل. هسيبه كده لمده 6 شهور، وبعد 6 شهور هعمل له بوستيريو ساجيتال انوريكتوبلاستي، عمليه واحده يعني، هي سيرجري واحده هعملها احل له بيها الموضوع. طيب والله انا كان عندي الموضوع انترميديت بس مفيش فيستولا، فانا كده عندي انتستينال اوبستراكشن. قال لك خلاص هعمل له كولوستومي، هعمل كولوستومي عشان الستول دوت يبدا يطلع، واستنى عليه لحد 6 شهور، وبعد 6 شهور اعمل له البي سار. يبقى ده اول اوبشن، يبقى اول اوبشن عندنا ان احنا نعمل حاجه اسمها بوستيريو ساجيتال ان وريكتوبلاستي بعد 6 شهور، سواء هعمل معاها كولوستومي او مش هعمل كولوستومي. يبقى انت هتيجي كده بكل بساطه وانت بتكتب في الامتحان، هتقول انترميديت، ودي راح منزل منها سهمين، اول سهم هتقول يا اما اعمل بي سارب عند 6 شهور بلس اور ماينس كولوستومي، وتكتب عايز تكتب كولوستومي لو في ما فيش فيستولا، في وهتعمل ماينس كولوستومي، مش لازم يعمل كولوستومي لو عنده فيستولا خلاص. وهتيجي الاوبشن التاني هو لو هي الديفكت عندنا هاي، لو الديفكت عندنا هاي كده كده هعمل كولوستومي، وهعمله حاجه اسمها ستيجد اوبريشن. مش هينفع بقى استنى عليه 6 شهور، ومش هينفع بقى ان انا اعمله بوستيريو ساجيتال انوريكتوبلاستي، لا انا هعمله ستيجد اوبريشن. هبدا اعالج الديفكت دوت ستيجد، يعني مش هتبقى عمليه واحده، هتبقى اكتر من عمليه كفرد بكولوستومي. انا كده كده اعمل كولوستومي لحد ما اخلص الريبير بتاعي، اقفل الكولوستومي ده. ممكن اعمله في الهاي، ممكن اعمله في الانترميديت. الترند اللي شغال عند موجود دلوقتي ان انت في الانترميديت الاحسن انك تعمل موضوع الايه بوستيريو ساجيتال انوريكتوبلاستي بس. يبقى لو لو هنعمل ايه، برايمري نيونيتال برينيل انو بلاستي بلس دايلاتيشن. طب لو انترميديت هنعمل سهم من الاثنين، اول سهم هنكتب فيه بوستيريو ساجيتال انو ريكتو بلاستي بلس اور ماينس كولوستومي، تكتب عند البوستيريو ساجيتال انو ريكتو بلاستي ديت ات 6 مانثس، يعني هنعملها له لما يبقى عنده 6 شهور. او الاوبشن الثاني ان احنا نعمله ستيجد اوبريشن، اللي هي حاجه اسمها ريكتال بول داون، يعني ابدا اسحب الريكتم تحت كده، وانا بفتح الاتريز دي وانا بسحب الريكتم بلس كولوستومي. طب لو هاي هنعمل نفس الكلام، ستيجد ريكتال بول داون زائد كولوستومي بس. هي دي ده الدرس كله، وده كل اللي انتم محتاجين تكتبوه. لو قال لك ايه البوست اوبرتيف كومبليكيشن، هم موجودين في الكتاب ممكن تقروهم، بس عمرها ما تيجي غير في الام سي كيو. موست كومن هي كونستيبيشن بس، وربنا معاك. شكرا.